دولة والسلطات قائمين بالواجب. إذا كانت الدولة والسلطات القوات المسلحة الملكية نازلة، الدرك الملكي نازل، الأمن الوطني نازل، المصالح الإدارية للدولة كلها نازلة، أنا مالي نهزم الهم؟ علاش نهزم؟ كانت الساحة خاوية غادي نقولوا لبعضياتنا خرجوا عمروا الساحة راك تنقضيو. دابا الساحة عامرة، وعامرة بالرجال والنساء اللي كابابل راهم واعرين كيعرفوا شغل، وطنيين حرار وكيعرفوا يتقنوا شغلهم. إذا علاش أنا نجي نحماق أنا من وراهم؟ هما داهم عمرين الساحة وضاغطين. اللي خصنا نديرو خصنا نضبطو في ديورنا. الله يرحم والدي، هاد 10 أيام هادي ما يمكنش واحد يتحرك، صافي كلشي خصو يلصق في الدار. الله يرحم والدي راه ماشي لعب، حيت راه اللي غياكل الدق راه المغرب، راه ماشي راه واحد لما الله يرحمه، شي اللي غيموت الله يرحمه، واللي العذاب اللي غادي تبقى في عائلته. كان أب خدام على ناس غادي يوليو مشردين، كانت أم غادي يوليو هذوك الدراري مشردين، كانت يعني الله يجزيكم بخير حتى المصالح الاقتصادية هي كتاكل الدق. فخصنا في أقرب مدة نحكمو، شركة راه غيسدو، عمال راه غادي يمشيو مساكننا يضيعوا، الاقتصاد راه واش يتقاعد ولا ما يتقاعدش، حنا ما عندناش اقتصاد ديال الدول الكبرى، راه عندنا اقتصاد ديال واحد الدولة نامية. إذا الله يجزينا بخير خصنا نوعاو بأنه ماشي 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 قضية ديال العناد ولا قضية سخون على راسو، ولا راه قضية راه غيغامر لك بحياتك هذاك اللي ما عندوش العقل، هذاك راه كيخاطر لينا بحياتنا، كيخاطر لينا بحياتنا. نبلغوا السلطات نعيطوا نقولوا دير واحد راه واحد التجمع، راه كاين واحد القنت، هادو راه ماشي معقول. الدولة راه دارت قوانين راه اللي تشد يتعتقل. دابا راه حالية قضية حالة طوارئ. دابا إذا حافظوا على السلامة ديال الأجسام ديالكم، وبركوا في الديور، وحافظوا على النفسية ديالكم. النفسية ديالكم راه دابا تلعب دور مهم بزاف، معناتها ما غيبقاش الواحد متبع الأخبار 24 ساعة. عندكم مواعيد، عندكم مواعيد مع 12، وعندكم مواعيد في الليل. الصباح ما تشوفوش الأخبار، الصباح ما تقلبوهاش، الصباح تفيقوا تفطروا تقدوا أمور البيت، تراجعوا مع الوليدات، ما تخلوش ولادكم يتعذبوا. في الصغار دابا غيشوفوكم في هذيك الحالة الهلع، غادي يسحبوا راسهم تما غطرا شي حاجة في الدار، يسحبوا راسهم تما غطرا شي حاجة في والديهم، وغيموتوا لهم مباهم وغيطرا شي عجب. ما تطيحوش في هذا الفخ أن نعم عندنا الله في البيوت بالأمان وندخلوا حنا السم. إلا البيت الصبح ما تشوفوا لا أخبار، ما تشعلوا قنوات تلفزية، ما والو، مع 12 ملي تغداو وتصيفطوا ولادكم يديروا شي حويجات، ما يكونش ولادكم حدا التلفازة، وديك الساعه تشعل التلفازه مع ديك الورا الاخبار، كيديروا الاخبار مع الوحده حتى لجوج، نشوف واحد نص ساعه الاخبار، نعرف شنو كاين المستجدات، صفير التلفازه عاوتاني، والعشيه نشتغلوا في شي انشطه، نعاونوا مولات الدار في شي حويجات، نوضبوا دارنا، نبدلوا الديكور، نهزوا هذا البيت من هذه البلاصه، نعجوا هذه البلاصه، نقابلوا شغيلاتنا، البريكولاج دابا هذا وقته، عاوتاني في العشيه نخدموا مع الوليدات واحد الساعه ونص ساعتين، ونديروا شي وثائقي ولا شي فيلم نرفعوا به. بعد ما نصيفطوا الدراري نعسوا ولادكم بكري، نتخلوا سهرانين، الله يرحم والديك، راه النوم راه صحي ليهم. بعد ما وليدات يمشيو نعسوا مع 9:30، هذا اقصى حد 10، ديك الساعه عاوتاني الوالدين غيبركوا بوحدهم قدام التلفازه وياخذوا الاخبار الليليه. شتي الا ما درتوش هذا النظام، الا ما حرصتوش انه يكون مواقيت باش ناخذوا الاخبار، الا ما حرصتوش ديروا برامج، راه غتلقاو راسكم بعد ما يفوت هذا الوباء ان شاء الله وغيفوت، غتلقاو راسكم مدقدقين واحد الدقديقه ومرورين واحد الترويله، ما غتبقاوش تعرفوا راسكم من جديد. مرحبا.